أتذكرين؟ لا والله كنت لا والله هكذا حدثنا عن البشر. أتذكرين؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديربي. سوريا لي سوريا لك سوريا إلنا كلنا. الكتاب والناس. إذا كانت الناس مشتهية اللقمة فالكتاب لا أهمية له بجد. فالكتاب بوجوده السابق لا يعني شيئا إذا لم يقرأه أحد، وبوجوده اللاحق لن يكون إذا كانت الناس مشتهية اللقمة. لذلك يصمت الكاتب والبشر متعبون، أو لربما يكتب في السر، لكن لا يمكن لكتاب أن يكون موجودا والناس مشتهية اللقمة. وأحيانا يصل الناس إلى مرحلة من الفوضى الملحقة بالتعب فيصمت الكاتب أيضا، وأحيانا تصل الحالة إلى أن لا يصح إلا الغلط فيصمت الكتاب. إلا اتحاد الكتاب فهو لا يصمت، لأن الكتاب مهنته، لأن الكتابة عنده ليست فعلا شعوريا إبداعيا، وإنما فعل محترف يحول بياض الورق إلى سواد. وكم من ورقة تكللت بسواد بدايته غبار ونهايته شحوار وشحار على الكاتب عندما يتحول إلى مجرد مشخبط على أوراق المرحلة. ومهما كان الكاتب بارعا فإن الناس وهي متعبة لن تجده سوى مصدر للإزعاج. وعلى قولة الفيتوري صمتا يا هذا الطارق أبواب الموتى ضوضاؤك تزعجنا وتقض مضاجعنا فارجع لا تقظنا لا تحرمنا النسيان يا أحبابي الفقراء كنتم دوما غرباء كنتم دوما غرباء. ويا حسرتي على الفقير فهو غريب حتى في بيته، غريب في حارته، غريب في مدينته، غريب في وطنه، أما عندنا وعلى الرغم من توفره بكثرة فهو الأخرب. لذلك فالناس لا تقرأ على امتداد الوطن العربي الكبير، ترضى بما يقدمه لها أمراء العربان على محطاتهم الفضائية من حكم ومواعظ من جهة ومن رقص وخلع من جهة أخرى. أما الميسور من الناس فيحذو حذو أسياده بالتمتع بدونيات الملذات الشخصية التي لها علاقة بكبت ذكوري قديم. فالتمتع بالقراءة ليس من سماتنا حتى لو كنا أغنياء، هكذا تعلمنا من الأمراء. هكذا حدثنا عن البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.